مع استمرار التطورات العسكرية والسياسية في السودان تتجه الأعين إلى الولاية الشمالية المعروفة بأهميتها الاستراتيجية، فما أبرز المعلومات المتوفرة بشأنها؟ نتابع. تقع شمالي البلاد، كانت تعرف باسم المديرية أو المحافظة الشمالية، إلى أن سميت بالولاية الشمالية عام 1994 بموجب قرار من رئيس الجمهورية. تحدها مصر من الشمال وولاية نهر النيل من الشرق، ومن الجنوب ولايتي الخرطوم وشمال كردوفان، ومن الجنوب الغربي ولاية شمال دارفور. عدد مدنها 4 وهي وادي حلفة وعبري وكرما ودنغولا، عاصمة الولاية الشمالية والتي تعد من أقدم المدن في المنطقة، حيث تتوسط منطقة غنية بآثار الحضارات السودانية القديمة. يوجد في الولاية الشمالية 31 موقعاً أثرياً كجبل البركة ودير الغزال والخندق. يجري فيها نهر النيل من الجنوب إلى الشمال بطول 650 كيلومتراً، تبلغ مساحتها نحو 348.76 كيلومتراً مربعاً، وتعتبر الولاية الأولى من حيث المساحة. للمزيد من التفاصيل مرة أخرى أرحب بمراسلة الشرق مها التلب من أم درمان في شمال السودان، ومن الولاية الشمالية أيضا مراسل الشرق أحمد العربي. مها، أبدأ معك، مرحبا بك من جديد. مها، ما هي المستجدات لديك؟ يعني قبل قليل كنا نتحدث عن اشتباكات مستمرة، وتحديدا في مركز العاصمة، وأيضا يعني امتداد لهذه الاشتباكات في مناطق إلى الجنوب وإلى الغرب وإلى الشرق، هل من تفاصيل جديدة؟ نعم مراشا، ما زالت الاشتباكات مستمرة في العاصمة السودانية الخرطوم، أم درمان بحري، وفي العاصمة الخرطوم في مدنها الثلاثة الخرطوم بحري وأم درمان. هذه الاشتباكات مراشا لم تتوقف منذ الساعة الرابعة صباحا بليلة الثلاثاء. هذه الاشتباكات مستمرة على الرغم من الهدنة التي انتهت منذ ساعتين أو ثلاث ساعات. حتى في لحظات الهدنة كانت الاشتباكات مستمرة، ليس فقط مستمرة وإنما كانت وتيرتها مرتفعة. الاشتباكات كانت مستمرة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة في العديد من المناطق، خاصة بمنطقة القيادة العامة ومقر قيادة الجيش. ما زالت قوات الدعم السريع تحاول السيطرة على مقر قيادة الجيش، والقوات المسلحة تحاول منعها من السيطرة على مقر قيادة الجيش. الاشتباكات عنيفة في هذه المنطقة وفقا لمصادر عسكرية تحدثت إلى الشرق. أيضا هنالك أنباء تتحدث عن سقوط قذيفة في يعني سقوط ثلاثة أطفال في منطقة يعني منطقة الخرطوم، جنوب الخرطوم بمنطقة الجريف شرق، سقطت دانة في هذه المنطقة أدت إلى مقتل ثلاثة أطفال كانوا يلعبون أمام منزلهم. هذه المنطقة كانت تشهد هدوء حذر، ومن أكثر المناطق التي لم تشهد اشتباكات خلال الأيام الماضية، ولم تدخل دائرة الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع. مراشا يعني ليس هنالك اتجاه لتهدئة الأوضاع بين الطرفين وفقا لمصادر متطابقة من الدعم السريع ومن الجيش، إن الاشتباكات ستكون مستمرة، لن يتوقف الطرفان عن يعني ملاحقة بعضهما البعض إلا بهزيمة طرف أو فوز طرف على الآخر، مما هدين يعني مراشا ينذر بأوضاع إنسانية صعبة، أوضاع إنسانية سوف تتفاقم نتيجة لهذه الاشتباكات المستمرة وفشل الطرفين في التوصل إلى هدنة أو تهدئة للسماح بعبور المواطنين العالقين وتقديم المساعدات الإنسانية للمستشفيات. ايضا يعني السماح بوصول او ادخال بعض المستشفيات التي خرجت عن الخدمه، يعني حتى هذه اللحظه مراشا وصلت اكثر من 11 يعني مستشفى خرجوا عن السيطره في مدن العاصمه الثلاثه الخرطوم بحري وام درمان. كانت لدينا معلومات غير مؤكده عن دخول مستشفيات التوقف بعض المستشفيات في مدينه بحري عن الخدمه، ايضا تاكدنا من هذه
المعلومة أيضا المستشفيات التي تعمل مهددة بالتوقف نتيجة لي يعني الضغط العالي، نتيجة لانعدام أبسط يعني المقومات أو مقومات الطبية في هذه المناطق أو الاحتياجات الطبية لمساعدة الجرحى. نتابع أنا وإياك والمشاهدين وضيفنا الكريم هذه الصور التي تظهر احتراق سوق نيالة للمحاصيل الزراعية والموجود في ولاية جنوب دارفور. إذن هذه هي الصور تظهر الآن على الشاشة وتظهر احتراق لمحاصيل زراعية في سوق نيالة في ولاية جنوب دارفور. طيب، من هذه الصور أعود لمراسل الشرق محمد أو أحمد العربي من الولاية الشمالية. أحمد، كيف تبدو الصورة من عندك في هذه اللحظات؟ ميراشا، قبل الحديث ميدانيا قبل هذه المداخلة تابعنا تصريح من مكتب الناطق الرسمي للقوات المسلحة أكد فيها ذات المعلومات التي كانت قد أوردتها الشرق من مصادر وشهود عيان عن أن قوات الدعم السريع التي وصفها بالمتمردة من مطار والقاعدة الجوية لمطار مروي الدولي. وأكد أيضا أن هذه القوات حسب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة قد قامت بعمليات أو حاولت بالقيام بعمليات بناها في منطقة الملتقى وفي الطريق طريق شريان الشمال، وأن القوات المسلحة قد تعاملت مع هذه القوات بالقصف من خلال أو بخلال الطلعات الجوية قام بها سلاح الجو على هذه القوات التي وفق الناطق الرسمي إنها هربت من مطار والقاعدة الجوية. هذا هو تأكيد للمعلومات التي كانت قد ذهبت إليها الشرق في الساعات القادمة. عموما الآن ميراشا الوضع الميداني هادئ، الهدوء في المدينة، يعني مدينة مروي، عودة التيار الكهربائي، وهناك أيضا هدوء في بقية أجزاء الولاية الشمالية في عدد من المدن. الحياة تبدو عادية وطبيعية في كثير جدا من مدن الولاية الشمالية، وكلما ابتعدنا من منطقة التي كانت مسرح الاشتباكات وهي المطار والقاعدة الجوية كلما كان الوضع أفضل من حيث الاطمئنان لدى المواطنين وممارسة حياتهم الطبيعية في الولاية الشمالية عموما. عموما بعد هذه التأكيدات يظل الآن الوضع مفتوح ميدانيا إلا إذا قامت يعني الوضع مطمئن ميدانيا إلا إذا قامت قوات الدعم السريع بالعودة مجددا أو تجمعت صفوفها من جديد أو رتبت صفوفها من جديد وحاولت العودة إلى مطار مروي الدولي أو القاعدة الجوية. لكن وفق المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني أن الجيش سيطر على المكان وأيضا لاحق القوات التي خرجت من المطار والقاعدة الجوية وتم قصفها عن طريق سلاح الجو التابع للقوات المسلحة. نعم ميراش. أحمد ومها، شكرا جزيلا لكما، طبعا سنبقى بالمتابعة معكما، أشكركما حتى اللحظة. إذا أحمد العربي مراسل الشرق من الولاية الشمالية ومها التلب كانت معنا من أم درمان أيضا شمال الخرطوم، شكرا جزيلا لكما. نذهب إلى هذه الخريطة التفاعلية مشاهدينا التي تظهر فيها مواقع الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. إذا كما نتابع هنا مشاهدينا تشير العلامات باللون الأحمر إلى المناطق التي لا تزال تشهد اشتباكات حتى آخر تحديث لهذه الخريطة، بينما العلامات التي ترونها في اللون الرمادي تشير إلى المناطق التي توقف فيها القتال.